اول خبر عندنا عنوانه خروج عن النص في غرفه ملابس باريس سان جيرمان. قالت بعد التقارير الفرنسيه اليومين اللي فاتوا ان العلاقه ما بين لاعبي باريس سان جيرمان ولويس كامبوس ده المستشار الفني للفريق متوتره بشده. وده يمكن اللي ضر يعني البي اس جي في الموسم ده وخلى الفريق يمكن يخرج من دوري الابطال قدام البايرن كمان بشكل سيء جدا جدا. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت ان كان في اشتباك لفظي في غرف ملابس طبعا ما بين بعض اللاعبين وبين كامبوس المدير او السبورت دايركتور وبعض اللاعبين، ده بعد الخسارة امام موناكو في الدوري الفرنسي. تحديدا نيمار ماركينوس والاثنين، ماركينيوس ده طبعا اللعيب الكبير البرازيلي، ومع نيمار قالوا ان في لعيبة كمان بدأت ترد بألفاظ خارجة على انتقادات كامبوس السبورت دايركتور للفريق في غرفه الملابس. مشكله بيمر بيها اكيد باريس سان جيرمان، خرج من دوري الابطال البطوله اللي يعني بيحارب عليها بقاله سنين، خرج بشكل كمان سيء جدا امام العملاق البافاري باير ميونخ. على نفس الفرقه او في نفس الفرقه كمان راموس، طبعا راموس اللاعب الاسباني ولاعب باريس سان جيرمان، يعني في حد اسمه قارئ الشفاء يعني هو بيتكلم كده قال لك راموس اتورط يعني في الاساءه للنادي الفرنسي بعد الخساره امام بايرن ميونخ بنتيجه 2-0 في اياب دوري الابطال طبعا، ويودع من خلالها كتيبه طبعا كالتيه المدير الفني البطوله بعد الخساره بنتيجه 3-0. يعني الكلام اللي اتقال ان راموس ظهر في فيديو وهو بيسب باريس سان جيرمان بالشفاه، يعني خرج تلفظ على فريق باريس سان جيرمان واليوم اللي نشا فيه هذا النادي بالفاظ وصفت بانها اوصاف بذيئه. ده كان بعد مباراه باريس سان جيرمان امام بايرن ميونخ، وده اللي كشف عنه خبير قراءه شفاه. خرج راموس و سريعا بيدافع عن نفسه، كتب طبعا عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ما بين قوسين عادة لا أتطرق لهذه المواضيع لكنني لا أريد الاعتراف بشيء لم يحدث. يعني الراجل طلع قال لك أنا يعني ما بخشش في المواضيع دي لكن مش هعترف بحاجة ما حصلتش. كمان قال وأضاف إن الفيديو المزعوم لم أنطق كلمة باريس، إن هو قال أنا ما قلتش كلمة باريس أبدا، كنت أطلق صوتا يعني بيدل على خيبة الأمل والخسارة والخروج من دوري الأبطال، وقال إن ده معتاد في كرة القدم، إن إحنا مش هنخترع ولا هنبحث عن شيء غير موجود. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم باريس سان جيرمان عنده مشاكل كثيرة جدا على مستوى طبعا دوري الأبطال، يمكن في يعني الدوري الفرنسي ما عندوش مشاكل ولكن عنده مشاكل كثيرة جدا جدا على مستوى تجديد التعاقد مع نيمار، هل هيكون متواجد عندنا، امبابي عنده بعض المشاكل، الخروج كمان من دور ال 16 في تشامبيونز ليج أكيد كان ليه مردود سيء جدا جدا على البي اس جي. طيب نروح لهازارد، طبعا هازارد اللاعب الكبير اللاعب البلجيكي الكبير ولاعب ريال مدريد قال لن أكرر ما فعله ميسي وزيدان، وبيتكلم كمان على إبراهيموفيتش. يمكن إيدن هازارد كابتن منتخب بلجيكا أعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال قطر، وقال إن أنا لا أستطيع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب إلى اللعب مع المنتخب. ده اللي قاله نصاً إن هو ما بيلعبش مع ريال مدريد، فمش شايف نفسه كمان هيلعب مع المنتخب، وبالتالي بعد كأس العالم في قطر 2022 أعلن الاعتزال الدولي. كمان اللاعب هازارد يعني أضاف اعتزال زميله توني كروز اللعب مع المنتخب الألماني من سنتين، وقال إنه على لسان توني كروز انه عندما يذهب باقي اللاعبين الى المنتخبات يمكنه الاستمتاع مع اطفاله. يعني هو بيتكلم على جزئيه مهمه جدا ان هو في حاله طبعا اللي هو كده كده ما بيلعبش مع ناديه وبالتالي مش هيروح يلعب مع المنتخب، فعايز يوفر دوت ويعتزل دوليا ويقضي بعض الوقت مع اسرته واولاده. وحول امكانيه طبعا العوده مجددا الى المنتخب يعني على طبعا شاكله ما فعله زيدان وليونيل ميسي وابراهيموفيتش، كان ليه هازارد رد اخر انه لن يحدث ذلك معي، الكلام ده مش هيحصل معايا، هو متاكد 100% من هذا القرار وان هو مش شايف نفسه
انه ممكن يرجع في هذا القرار، وكان سؤال حول يعني ما كان قد اعتزل دولي على مدد. هازارد قال إن اعتقد ان هو اتخذ القرار على مدد يتعلق بالمنتخب، ولكن من وجهة نظره على المستوى الشخصي ان هو ده الوقت المناسب للاعتزال الدولي، ويعني قال على المستوى الشخصي زي ما بنتكلم ان هو ما بيلعبش بفترات ثابته مع ريال مدريد، ومؤخرا كمان المستوى الفني قل كتير، وقال لك انا خلاص يعني انا هعتزل دولي لاني مش هروح كمان هناك، اكيد مش هلعب، وبالتالي اوفر الوقت دوت يعني مع اسرتي. اختتم الكلام ان هو اتصل الملك فيليب، اتصل بيه طبعا ده ملك بلجيكا، اتصل بيه هازارد بعد اعتزاله، لكن هازارد يمكن بعض الناس او التقرير طالع ان هو اتسال الملك قال لك ايه، فقال لك يعني ستظل هذه المحادثه بيني وبين الملك محادثه سريه، اتكلمنا في كره القدم، لكن زي ما بيقول ما فيش مستحيل في كره القدم، ولكن هذه المحادثه ستبقى سريا ولن تعلن على طبعا منصات التواصل الاجتماعي او على مستوى الصحافه العالميه. هذا اللعيبه الكبار جدا جدا على مستوى المنتخب البلجيكي، كان عنده أكيد الكيرف نزل بشكل كبير، وخاصة بعد انتقاله من تشيلسي. يعني هازارد كان في تشيلسي والبريمير ليج مؤدي أداء أكتر من رائع، ولكن مع وجوده في ريال مدريد كان عنده بعض المشاكل في الإصابات في الغيابات، وابتعد تماما عن الفورمة، حتى على مستوى كأس العالم لم يقدم المردود مع المنتخب البلجيكي، وأعلن اعتزاله دوليا. طيب